2016 و2017 زادوا جابوا اغلبيه، قالوا الماليه اللي فقر المواطنين، تتصوروا بلي المواطن يزيد يصوت على هذه الفئه؟ هذه مستحيل، هذا شيء منطقي. واللي يقول باللي الناس هذوما رايحين يخرجوا الجزائر من الازمه، راكم عارفين بلي ماهيش حقيقة. كذلك الدور تاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذه الحمله، الدور تاع كذلك لايف سيل اللي تاع ارباب العمل في هذه الحمله. يا اخي شفتوا في البدايه قالوا ما نبيعوش السياسه، وفي النهايه قاعدين يديروا في السياسه.